بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شباب تالتة ثانوي الجامدين، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد لحل الشتات المعاصر. النهاردة معانا الشيت رقم 15 15. يلا بينا بسم الله. السؤال الأول بيقول an electron move in energy level n equal 4. على فكرة المفروض ما يقولكش إن هو ليفل الرابع لأن هو راسم أساسا، فأنت هتعد كده. طبعا دول 2 إلكترونز بيتحركوا، 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى الN equal 8 divided 2 يديك 4. Around the nucleus of hydrogen atom associated with a standing wave of wavelength lambda. تمام، as shown in the opposite figure. So the radius، سهل قوي السؤال ده، ان انت عارف ان 2 pi r، يا جدعان بور قال ان circumference اي ليفل تقريبا approximately هو عدد الويف اللي بيعملها، يبقى عدد الويف هي السيركمفرنس. فلو انت عايز تجيب الريديوس هتبقى عباره عن ان لامدا على 2 باي، الان بتاعتنا ب 4 تبقى 4 لامدا على 2 باي، كنسل 4 مع 2 تبقى 2 لامدا اوفر باي، فتبقى الاجابه بي. اوكي، السؤال الثاني بيقول which of the following graph present relation between energy بتاعت اي ليفل في الهيدروجين اتوم اي ان، فاكر نيجاتيف 13.6 على ان سكوير. نيجاتيف لو انت فاكر، يعني ادي الليفل الاول، ادي الليفل الثاني، ادي الليفل الثالث والرابع والخامس وهكذا. طبعا انا مش هرسم الليفلات اكيوريت زي الهيدروجين اتوم بالظبط، ان كل ما اطلع فوق بيقربوا من بعض، بس هنا بس للتوضيح مش اكتر. ده كان نيجاتيف 13.6 الكترون فولت لو انت فاكر، ده كان نيجاتيف 3.4 الكترون فولت، ده كان نيجاتيف 1.5 الكترون فولت، نيجاتيف 0.85 الكترون فولت. الاول هو انا اعلى رقم فين؟ تحت اهو، يبقى اكتر الكترون محبوس هو اللي تحت، فيبقى ده غلط وده غلط، هو يا ده يا ده، لان الليفل الاول هو نيجاتيف 13 فتحت خالص، اللي بعديه نيجاتيف 3.4، اللي بعديه نيجاتيف 1.5. هل المسافه دي قد المسافه دي؟ لا، فهو بيقل نون يونيفورم. ده كده اللي قدامك ده بيقل يونيفورم، ما ينفعش، انا عايز حاجه بتقل نون يونيفورم بسبب السكوير اللي تحت ده. اوكي، السؤال التالت بيقول an electron becomes stable in ground energy level when it. الالكترون يا جدعان بيبقى ستيبل في الليفل بتاعه امتى؟ يعني الالكترون ده امتى يفضل قاعد ما يتحركش من الليفل بتاعه فيبقى اسمه كده ستيبل، مفيش اي حد مضايقه. واحد acquires energy continuously، يعني لما الالكترون ده ياخد energy اكيد لا. acquires quantized، انا اسف، acquires quantized energy يعني بياخد كمية معينة من الانرجي، لا برضو، لانه لو خد كمية معينة من الانرجي هيطلع بيها فوق فمش هيبقى ستيبل. doesn't gain energy هي دي، لو هو ما خدش اي انرجي هيفضل في الليفل بتاعه، لا هيطلع ولا هينزل ولا هيعمل اي حاجة، فتبقى الاجابة سي. طب lose energy معنى انه lose، معنى ان الالكترون بيلوز، يعني هو في ليفل فوق وهيبدأ يلوز عشان ينزل، فهو كده unstable، يبقى stable لو هو ما خدش اي انرجي اصلا. سؤال رابع بيقول what is the largest wavelength، largest عايز اعلى wavelength absorbed by hydrogen atom in the ground state and leads to ionization. انا عايز الاتوم يحصل لها ionization. انا مش عارف انت فاكر ولا لا، بس انا متاكد ان انا اكدت عليك 50 مره، ده الليفل الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. فين الايونايزيشن انرجي؟ فين يا جدعان؟ في الهيدروجين اتوم، هي دايما بتاعت الليفل الاول اعلى انرجي اسمها، ولو فتحت البورد بتاعت سيادتك هتلاقي مكتوب عليها ionization energy، يبقى اعلى انرجي اللي هي energy الionization، ودي اعلى ويف لينث ممكن ياخدها عشان تطلعه بره الاتوم. لو خد اكبر منها يعني energy اقل، يعني ساعتها مش هيحصل ionization، هو عايز lead يعني تؤدي للionization. طب الاول تيجي نحسب الانرجي بتاعت الليفل الاول اللي هي 13.6. طبعا هتقول لي يا مستر فين النيجاتيف؟ انا ايه، حاضر هعملها زي ما انت عايز. ما هي دلتا اي فرق الانرجي هيبقى اي انفينيتي ماينس الاي الاول، دي اعلى انرجي اللي هي عباره عن 0 ماينس نيجاتيف 13.6 على ان سكوير مضروبه في 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19، ده هيبقى بوزيتيف عادي. كده انا جبت الانرجي ساعتها، يبقى انا كده نجحت ان انا احسب الانرجي بتاعه الليفل الاول بالجول مش بالالكترون فولت. اوكي، تطلع لي كام؟ تطلع 2.176
تايم 10 باور نيجاتيف 18 جول. كده جبت الانرجي. طب انا عايز الويف لينث يا ابني، ما انت عارف ان الانرجي ايكوال اتش سي على لامدا، فلو احنا عايزين نجيب الويف لينث اللي تحت دي تبقى عباره عن اتش سي على الانرجي اللي هي 6.625 تايم 10 باور نيجاتيف 34 مضروبه في 3 تايم 10 باور 8 ديفايدد الانرجي اللي انت حسبتها 2.176 تايم 10 باور نيجاتيف 18، بتطلع لنا الاجابه ايه. يبقى الفكره كلها لما يقول لك انا عايز ايونايزيشن يبقى اكيد هي بتاعه الليفل الاول. سؤال 5 بيقول according to Bohr's model if the wavelength of the wave associated with the electron motion in one of energy level of hydrogen atom is equivalent to pi r. ممكن بالراحة، لو ال wavelength equal pi r، هو اللي قال انا ماليش فيه، تمام، يبقى الالكترون ده في انهي ليفل. طب بالراحة بالراحة، في equation بتقول ان 2 pi r equal n لامدا، هات لي الويف لينث كده لوحدها تبقى 2 باي ار على ان اللي هو اداها لك بباي ار. طب انا عايز اخلي المنظر ده شبه المنظر ده، اعمل ايه؟ اضرب في 2 فوق، ايه يعني يا مستر؟ واعمل ديفايدد 2 عشان ما بقاش غيرت حاجه، ما انا عايز اقارن المنظرين ببعض. ممكن احلها عادي، احلها لك ماثيماتكس، بس انا الاول بحلها لك فهلاوه عشان تنجز. فكده 2 باي ار مع 2 باي ار يبقى ان الان بكام على طول؟ ب 2. 2 ده اللي هو الليفل ال. خلاص؟ دي اول طريقه. الطريقه الثانيه ان في ناس هتريح دماغها وتعمل ايه؟ تقول لك انا عارف ان 2 باي ار ايكوال ان لامدا، يعني اللامدا من هنا ايكوال 2 باي ار على ان، اوكي. يبقى انا جبت الويف لينث اسمها 2 باي ار على ان، اللي هو مدهاني باي ار. كنسل الباي مع الباي، كنسل الار مع الار، يبقى 2 على ان ايكوال 1 يا حبيبي مش 0، ها؟ 1 مش 0. 1 على 1 cross multiplication يديك ال n equal 2. هي هي. السؤال السادس بيقول لك when electron move from energy level E1 to energy level E2. استنى. where E1 أصغر من E2. استنى. روح. أدي E1 وأدي E2. لما الإلكترون يا جدعان يطلع من الليفل ده للليفل ده. كده طلع ولا نزل؟ طلع. قبل ما نبص على الإجابات بعد إذنك. كده الالكترون هياخد ولا هيدي؟ هياخد. بيابزورب. ليه؟ لانه يا جدعان الالكترون بياخد عشان يطلع، لما بيجي ينزل بقى من فوق لتحت بيديني لايت او بيديني فوتون، ايا كان الفوتون ده نوعه ايه، بس انا مش فارق معايا، انا فارق معايا ان الالكترون دلوقتي ابزورب مش ايمت. ركز. يبقى يا اما ابزورب دي يا اما ابزورب دي. شكرا. ايمت وايمت، مع السلامه. طب ابزورب ايه بقى؟ ابزورب انرجي قد الفرق ده، الفرق ده اللي هو اسمه E2 ماينس E1، دايما اللي فوق ماينس اللي تحت. يبقى الاجابه الاولى هي اللي صح. طب ليه سي ليه سي غلط؟ عشان دي E1 بلس E2 ما ينفعش. سؤال 7 بيقول لك the largest wavelength in Balmer result from transition of an electron between level A. ممكن تهدى؟ ممكن تهدى؟ ما تبقاش زبون. اولا بالمر ده الليفل الثاني. مع السلامه مع السلامه. مستر فينا رقم 2. لا يا حبيبي، لازم انزل للليفل الثاني، اروح للثاني. يبقى ده مع السلامه وده مع السلامه. هو اعلى ويف لينث، بروح اعلى ويف لينث يعني اقل ايه؟ انرجي. برافو. يعني اقل فريكونسي. ما علينا، يعني اعلى ويف لينث يعني اقل انرجي. ادي الثاني اهو، اقل انرجي، اقل انرجي، انزل من الكام للثاني؟ من الثالث للثاني، دي اقل حاجه. يبقى هي دي. يبقى انا ترجمت السؤال اعلى ويف لينث اللي هي اقل انرجي، وطالما قال لي بالمر يبقى لازم اروح التاني. سؤال 8 بيقول the longest wavelength in Lyman series result Lyman. اوبا، Lyman معناها اروح للاول، مع السلامه مع السلامه. longest wavelength اعلى wavelength يعني اقل انرجي. يا جدعان اقل فرق، بالله عليك اقل فرق من الاول للتاني الحته دي، ولا من الانفينيتي، انا اسف، من التاني للاول الحته دي يعني، ولا من الانفينيتي للاول؟ اكيد من التاني للاول يا ابني، اكيد اهي. سؤال 9 بيقول the maximum frequency in bracket، بقول لك ايه؟ اعلى frequency معناها اعلى energy، اعلى frequency معناها اعلى energy. هو bracket ده اللي هو كام؟ اه، bracket ده اللي هو الرابع.
الرابع، ها يبقى ده مع السلامة مش عايزين. من الخامس، ولا ده كمان عشان ده للتالت، انا عايز انزل للرابع. اعلى انرجي من الخامس للرابع ولا من انفينيتي للرابع؟ اكيد من انفينيتي. سؤال العاشر بيقول an electron a certain atom has moved from higher energy level E2، نزل من energy level E2 to lower energy level E1، so the wavelengths of the emitted electron can be determined from the relation. ال wavelengths تطلع من انهي قانون؟ بقول لك ايه، هي دلتا E عبارة عن ايه؟ E2 minus E1، ادي كده الانرجي، مش ده الفرق اللي هو نزله؟ E2 minus E1. مش انت عارف ان الانرجي equal HC على لامدا، يعني اللامدا من هنا كروس مالتيبليكيشن اتش سي على الانرجي، والانرجي اللي خدها عباره عن اي 2 او اللي طلعها ماينس اي 1، اهي اتش سي على اي 2 ماينس اي 1 اللي هي الاجابه سي. سؤال 11 بيقول the shortest wavelength in بالمر، اقل من احلى الاسئله، اقل wavelength in بالمر يا جدعان، اقل wavelength يا ابني معناها اعلى انرجي، اعلى انرجي. فاكر بالمر ده كم؟ لو مش عارف خلاص المساله باظت، يعني ما تستناش انك تحل المساله، باظت. بالمر ده اللي هو الثاني. اقل ويف لينز يعني اعلى انرجي. انا عارف يا مستر، انا عارف اعلى انرجي ممكن انزل من السابع للثاني، من الثامن للثاني، من التاسع للثاني، من العاشر للثاني، من الانفينيتي للثاني، عشان انا ما اعرفش هينزل من كام فوق. يبقى اعلى انرجي من انفينيتي للثاني. تعال اول نجيب الانرجي، يبقى دلتا اي ايكوال اي انفينيتي ماينس اي 2 اللي هي عباره عن اي انفينيتي كده كده بزيرو ماينس اي 2 نيجاتيف 13.6 على 2 سكوير مضروبه في 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19. حلو كده، 13.6 على 2 سكوير مضروبه في 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 هتدي الانرجي ايكوال 5.44 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 جول. حلو قوي، حلو قوي. ما جا جبت الانرجي، لا محتاجين نجيب الويف لينث، عباره عن اتش سي على الانرجي يعني ايكوال 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34 مضروبه في 3 تايمز 10 باور 8 على الانرجي 5.44 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 يديني 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34 في 3 تايمز 10 باور 8 على 5.44 تايمز 10 باور نيجاتيف 19. ده يا معلم يديني 3.65 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 متر، هو عايزها بالانجستروم، خلاص اضرب الرقم ده في 10 باور 10 يديك 3653 انجستروم اللي هي الاجابه سي. سؤال رقم 12 بيقول، سؤال 12 بيقول the longest wavelengths flying، نفس الكلام يا جماعه لسه عاملها حالا، اعلى ويف لينس، اعلى ويف لينس يعني اقل انرجي. يا ابني عارف لايمن ده كم؟ الاول، اقل انرجي، اقل انرجي، انزل من الثاني للاول، هي دي الانرجي. يبقى نيجاتيف 13.6 على 2 سكوير ماينس نيجاتيف 13.6 على 1 سكوير، كل ده لازم يتضرب في 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 عشان يتحول لجول. خلاص حسبت، هتحسب هنا رقم بالجول كده حسبت الانرجي. طب ما انت عارف ان الرقم اللي انت حسبته ده ايكوال اتش سي على لامدا، اتش وسي معاك فاضل لامدا، بعد ما تجيب اللامدا لو سمحت اللامدا تضربها في 10 باور 10 عشان تحولها لانجستروم. بص بقى شورتست ويف لينث ان بو، مش هنخلص، مش هنخلص النهارده. شورتست ويف لينث ان بوفون، هو يا ابني اقل ويف لينث، اقل ويف لينث يعني اعلى انرجي. بوفوند ده كام؟ الخامس. طب اعلى انرجي، ركز ما تقوليش من السادس للخامس، ده كده اقرب، اقرب ليفل، انا عايز ابعد ليفل، اعلى انرجي من الانفينيتي للخامس يعني 0 ماينس ماينس 13.6 على 5 سكوير واضربها لي في 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19. يلا يا عم اعمل لك دي بالارقام، المفروض ما اعملها لكش والله، سيبك انت بقى تعملها، ما انا عملتها لك قدامك اهي كذا مره. هيطلع لك ده 8.704 تايمز 10 باور نيجاتيف 20، تروح مساويها ب اتش سي ارقام ثابته على لامدا، تطلع اللامدا اعمل كروس مالتيبيكيشن، تضرب ده في ده على اللي فوق 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 34 في 3 تايمز 10 باور 8
على 8.704 times 10 power negative 20. يطلع بقى يا معلم 2.28 times 10 power negative 6. 2.283. هتضرب اللي طلع لك على الاقل ده في 10 باور 10، هو هو هيطلع لك 22834 اهي كده بالانجسترو. least energy required to excite a hydrogen atom from the ground state. اقل energy required to excite. الكلمه دي يا جدعان مصيبه، اقسم بالله اشطر الناس تلبس. ليه بقى؟ انا اقول لك عبس نلغي سوا مع بعض كده. ده كان نيجاتيف 13.6 الكترون فولت، ادي الاول. ده كان نيجاتيف 3.4 الكترون فولت، ادي الثاني. ده كان نيجاتيف 1.5 الكترون فولت. ده نيجاتيف 0.85 الكترون فولت. ده نيجاتيف 0.54 الكترون فولت. ماشي، اول تاني تالت رابع خامس سادس، ما علينا. يعني اقل انرجي تعمل ايه لو سمحت؟ اكسايت. عارف كلمه اكسايت معناها ايه؟ تطلع له من ليفل لليفل، ما تاينزوش، يعني مش تايونايز، لا تاكسايت حبيبي. عارف دي تعمل ايه؟ دي تطيره، ما ينفعش. ده لو قال لك ايونايز تختارها على طول، لان لو الالكترون قاعد هنا وخد الرقم ده كله هيطير بره الاتوم. طب على فكره دي برضو اهي اهي موجوده هنا، لو الالكترون كان قاعد هنا وخد الرقم ده كله هيطير بره الاتوم. ما تنفعش ما تنفعش، يا دي يا دي. اعمل ايه بقى؟ ادور على الفرق، هل في فرق في الهيدروجين يديني دي؟ تعال نشوف. اعمل 2 ماينس 1، احنا هنجرب عادي، هنجرب. ممكن تعمل اي 2 ماينس اي 1 اللي هي نيجاتيف 3.4 ماينس ماينس 13.6 ايكوال نيجاتيف 3.4 بلس اللي هي ماينس ماينس، يعني ايوه تطلع 10.2 الكترون فولت. حلو، يبقى هي دي اللي تعمل ايه؟ اللي لو خدها هينط من الاول للتاني، كده اسمه اكسايت يا حبيبي، اكسايت كده طلع من ليفل لليفل. انما لو خد دي هيطير، لو خد ال 13.6 هيمشي خالص ويسيب الاتوم، ولو خد ال 3.4 هيمشي خالص، انما لو خد الفرق بينهم هيكسايت. اوكي اللي بعده، اي least energy required by an electron in first level، في اول واحد حدد، to get free. الله الله and leave. الله يا جدع and leave يسي، يعني يتأينز، يعني عايز الاتوم تتأينز. انت مستني ايه؟ فاكر لو انا عايز الاتوم اعمل لها ionization يعني اطير الالكترون منها، اديله نيجاتيف 13. اقسم بالله جمال ودلال يا جدعان، جمال جمال. يبقى ساعتها اديله 13.6. لا يا مستر المفروض اديله نيجاتيف. لا يا حبيبي، عشان هو عليه 13.6 تقوم انت مديله 13.6 فيهرب. انما ايه يعني؟ يعني هو عليه 13.6 تقوم انت مخلي عليه كمان 13.6. سؤال 16 بيقول in hydrogen atom the wavelength of the emitted radiation due to transition of an electron from energy level of order n. يعني يا جدعان بيقول لك الكترون نزل من ان انرجي ليفل معين تو ذا فيرست للاولاني، الفرق ده طلع لنا ويف لينث ايكوال 9.51 تايمز 10 باور نيجاتيف 8 متر. لو الانرجي بتاعت الفيرست ليفل كتر الف خيره، كتر خيره ده على طول نيجاتيف 2.176 تايمز 10 باور نيجاتيف 18 جول. يا ترى هو كان نازل من الليفل الكام؟ طب ايه يعني؟ ايه يعني؟ مش انت عارف ان دلتا اي عباره عن اي ان ماينس اي 1، الكلام ده ايكوال اتش سي على لندا، بالراحه خالص بالراحه خالص. اي ان افكها ايه؟ نيجاتيف 13.6 على ان سكوير وتتضرب في 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 90 ماينس ماينس اللي هي بلس 2، هو اداني 2.176 تايمز 10 باور نيجاتيف 18. الكلام ده ايكوال اتش رقم ثابت، سي رقم ثابت حافظينهم، على لامدا اللي هي 9.51 تايمز 10 باور نيجاتيف 8. ممكن بالراحه عايزين نجيب الان دي، اولا نودي ده الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى عندك نيجاتيف 13.6
مضروبة في 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 ديفايدد ان سكوير. الكلام ده ايكوال، هنودي كل ده الناحية التانية بالماينس، يعني هتعمل على كده معايا 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34 مضروبة في 3 تايمز 10 باور 8 ديفايدد 9.51 تايمز 10 باور نيجاتيف 8، تودي لها بالماينس 2.176. الغلطة في 4، الغلطة في 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 18 تطلع نيجاتيف 8.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 20. النيجاتيف يطير مع النيجاتيف، اعمل كروس مولتيبليكيشن او اضرب ده في ده على ده عشان نجيب الان سكوير. كده هنجيب الان سكوير وبعد كده هنجيب الان بكام. يلا 13.6 في 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 مضروبه في 1 مقسومه على 8.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 20، يقوم يديك رقم تعمل له سكوير روت، تعمل له روت يعني يديك الان ايكوال 5.0 اللي هو الليفل الخامس. شكرا. سؤال 17 بيقول لك ذا اوبزيت فيجر ريبريزنت ا سيفرال ترانزيشن اي بي سي دي اي، كذا نازله يعني ان الكترون فروم هيدروجين اتوم بتوين انرجي ليفل، ويتش وان اوف ذيس ترانزيشن جيف سبيكتروم لاين لايز ان بالمر. خلاص انا خلصت. بالمر ده اللي هو الكام؟ ايوه الثاني. بالمر ده يا جدعان اعمل ايه فيك عشان تحفظ؟ ها مساله هبوظ. الثاني، اي حد نازل في الثاني يبقى تبع بالمر. دي نازله للتاني تبع بالمر، وبي نازله للتاني تبع بالمر، يبقى دي وبي. ايوه بس خلصت. اللي بعده the opposite figure represent four transition of an electron hydrogen atom between the energy level which one of the following statement is correct. اني واحده في دول صح؟ A the transition D اللي هي من الرابع، دي اللي هي من الرابع للتالت، مالها بقى؟ هل هي عندها اقل least wavelength؟ استنى اقل wavelength يعني اعلى energy. هل ده من الرابع للتالت اعلى energy؟ غلط طبعا. طب الاجابه بيه سي، مالها سي؟ سي اللي هي من كام للكام؟ من الرابع للتاني. هل هتطلع الترا فايلوت؟ لا طبعا عشان اللي نازل للتاني ده بيطلع فيزابل، الترا ده اللي نازل للاول، ما ينفعش. ترانزيشن بي مالها بقى؟ بي دي اللي هي من الكام للكام؟ من التاني للاول. بتطلع انفرا؟ لا طبعا، مفيش امل غير في الاخير، الله يستر ما تطلعش غلط يا كريم. ايه اللي هي من التالت للاول؟ هل دي اعلى فريكوانسي؟ طبعا صح. ليه بقى؟ مش عشان اخر واحده، هقول لك ليه. هو انا نازل للاول، مش انا قلت لك لما نيجي نقارن ما بين اي حد والاول، الاول يكسب؟ مش اللي عنده رقم اقل ده اللي بيكسب، صح ولا ايه؟ فاكر لما كنت بقول لك انرجي من الثامن للثاني ولا انرجي من الثاني للاول نختار دي؟ طالما انت رايح للاول يبقى ده اعلى انرجي، يبقى اعلى فريكونسي، صح. ريشيو بتوين مومنتم اوف فوتون ايميتد فروم لايمن سيريس تو مومنتم اوف فوتون ايميتد فروم بالمر سيريس. ركز. مومنتم لايمن على مومنتم بالمر، مومنتم على مومنتم. طب معلش، هو مومنتم ده اصلا كان بيساوي ام في سي، او السي زي ما هي وفك الماس اي على سي سكوير، كنسل ده مع ده يبقى لك اي على سي، صح ولا لا؟ حلو، يبقى اللي عنده اعلى انرجي عنده اعلى ايه؟ مومنتم. بالله عليك، اي حد نازل للاول واي حد نازل للتاني مين اعلى انرجي؟ اكيد اللي نازل للاول، اكيد مش لايمن ده. لايمن ده اي حد نازل للاول، وبالمر ده اي حد نازل للكام؟ للتاني. اكيد يا ابني اللي نازل للاول اقسم بالله عنده اعلى انرجي. فاكر ليه؟ لان الاول الفرق بينه كبير وبعد كده الفرق بيبدا يصغر، فاكر ولا لا؟ يبقى الاول ده كان اعلى فرق، يبقى اكيد مور ذان 1. سؤال 20 بيقول if the possible number of energy level from electron movement in an atom is 4 energy level 1 2 3 4. يا عالجمال. And the electron can move between any two levels اللي شرحتها في الحصة وكتبتها قدام عينك. طالما الإلكترون يقدر يتنطط من أي ليفل، يبقى من الرابع للأول
او من التالت للاول او من التاني للاول، مش كده وبس، ممكن من التالت للاول او من التالت للتاني، مش كده وبس، ممكن من التاني للاول. كم واحد دول؟ واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة. ست سبيكترال او سبيكترم مختلفين ممكن يطلعوا. ستة. فاكر الطريقة الشعبولة؟ اشطب على اخر رقم واجمع دول، يبقى العدد ايكوال واحد زائد اتنين زائد تلاتة، اللي يديك ستة برضه. سؤال 21 بيقول لك when electron and hydrogen atom move from level negative 3.4 to another negative 13.6. اهو اهو، اكيد ده تحت ده فوق، ان وانا طالع فوق الفلوس بتقل. تمام، بقول لك ايه، طالما اتحرك من ده لده، بالله عليك جاوب صح، بالله عليك يا اخي، ما يعني ما تشلنيش، جاوب صح. لو اتحرك من اللي فوق للي تحت، ايوه ده هيطلع، ده كده نازل فهيطلع فوتون، هيطلع فوتون، هيطلع، يالا مش هياخد الكلام ده، لو كان تحت وهيطلع يبقى ده هياخد عشان يطلع، انما هو نازل بيديني، فده معناه ان هو ابزورب ولا ايمت؟ ايمت، يبقى ابزورب غلط. طب ايمت فوتون قد ايه الفرق؟ الفرق ده اللي هو نيجاتيف 3.4 ماينس ماينس يديك 10.2 الكترون فولت. اهي سؤال 22 بيقول if the energy of electron in one of the energy level of hydrogen atom is equal to كذا and radius of this level equal to كذا then the debris wavelength. عايز الwavelength. طب وانا اعمل ايه يعني؟ طب اولا مش انت عارف ان 2 باي r equal ان لامدا؟ انا ناقصني حاجات كتير بقى. اولا انا معايا الradius صح؟ تمام، هو عايز لامدا، انا مش عارف انا في الليفل الكام، ما انا هقول لك. فاكر هو اداك الانرجي ايه؟ نيجاتيف 3.4. فاكر انرجي اي ليفل بتتحسب ازاي؟ نيجاتيف 13.6 على ان سكوير بالالكترون فولت، هو مداني بالالكترون فولت، سيبها، يبقى ايكوال نيجاتيف 3.4. كنسل النيجاتيف مع النيجاتيف، اعمل كروس مالتيبليكيشن، جبت الان، جبت الان سكوير، تطلع الان سكوير ايكوال 13.6 على 3.4 اللي هي هتطلع 4، فيبقى ال n ايكوال كام؟ 2. كده خلاص بقى معايا ال n يا معلم صح؟ يلا عوض بقى، عايز اجيب الويف لينث اللي هي 2 باي r على n، تبقى الويف لينث ايكوال 2 باي radius 2.13 تايمز 10 بار نيجاتيف 10 ديفايدد n اللي هي 2، يبقى 2 باي في 2.13 تايمز 10 بار نيجاتيف 10 ديفايدد 2 يديك 6.69 تايمز 10 باور نيجاتيف 10 متر، اضربها في 10 باور 10 عشان تحولها انجستروم، يطلع لك 6.69 بس كده بالانجستروم. اي بس عرفت بقى انا جبت الان دي ازاي؟ ما هو اداني الانرجي ليفل، وانا عارف ان الانرجي ليفل نيجاتيف 13.6 على ان سكوير، هو اداني بكام؟ طب يا مستر ليه ما حولتهاش؟ فوت تضربها في 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19. يا ابني ما هو مداني بالالكترون فولت، فانا سبت ده بالالكترون فولت وسبت ده بالالكترون فولت، كانهم طاروا مع بعض بالظبط. سؤال 23 بيقول لك if the wavelengths associated with the motion المصاحبه لحركه الالكترون in a certain انا اسف orbit in the hydrogen atom is كذا، يعني الwavelengths اللي مداني في الاول 13.32 انجستروم، ماشي عايز ايه يعني؟ and circumference of this orbit يعني 2 by r equal 53.3 انجستروم. يا ترى ده انهي واحد في دول؟ يا عم ايه يعني؟ ايه يعني؟ الراجل مديك circumference اللي هي اسمها 2 by r ومديك الويف لينث، ما بيفكركش بحاجه يعني؟ يعني ده ما بيفكركش بحاجه؟ ان 2 by r equal ان لامدا. ايه يا ابني ركز شويه، ركز شويه، ما انت لازم في الامتحان تربط، بيديك 2 باي ار ولامدا ليه؟ عشان تلعب بيهم يعني، عشان تحطهم في الايكويشن دي. يلا 2 باي ار مداني بكام دي كلها؟ 53.3 بالانجستروم، سيبها، ما الثانيه بالانجستروم هي كمان ايكوال ان مضروبه، اللامدا مديها لك 13.32. ايه ده، انا ممكن اجيب الان من هنا، 53.3 ديفايد 13.32 يديك 4.00. خلاص شكرا، يبقى الان ب4. فين بقى في دول الليفل الرابع؟ اولا ده ايه ده، كوتشينه ده ولا ايه؟
ثانيا بقى عد كده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. لا ده الليفل التالت، ما ينفعش. طب تعال نشوف، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. ولا أنا بعد ده أحسن تسأل نفسك دلوقتي يا مستر بعد إيه؟ يا نهار أسود. أهو واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، دول اتنين إلكترون، يبقى الواحد في الليفل الرابع. هو ده سؤال 24. بيقول لك if the debris wavelengths which is associated with the motion of an electron at a certain energy level of radius or n in a hydrogen atom equal to كذا. ال wavelengths equal to باي ار على 5. طب مش انت حافظ قانون ان ال wavelengths equal to باي ار على n؟ شوف يلا، شوف، سبحان الله سبحان الله. اما هو قايل لك بقى ايه؟ بص بص، بتساوي 2 باي ار على 5. ها يا حبيبي، طالما ده هو هو ده، يبقى ال ان بكام اكيد؟ ب 5. اصحى للكلام، يبقى انا في الليفل الخامس. طب لو انا عايز اطير، بص بص بص، الانرجي اللي محتاجها كومبليتلي ليف، لو انا عايز اطيره من الليفل الخامس، اديله كام؟ اديله انرجي اللي محتاجها الليفل الخامس، هتديله كام يعني؟ يعني هو قاعد في الخامس وانت عايز تطيره، شوف عليه كام في الخامس واديهم له، يبقى انرجي الخامس. فاكر بتحسب ازاي؟ نيجاتيف 13.6 على 5 سكوير. مش هضرب في 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 عشان هو مطلع الاجابات كلها بالالكترون فولت، يبقى الكلام ده ايكوال على طول نيجاتيف 13.6 على 5 سكوير. ابوس ايدك ما تشيل، هيطلع نيجاتيف 0.544 الكترون فولت. يا ابني يا ابني، دي ليه طلعت بالنيجاتيف؟ يعني ليه طلعت نيجاتيف 0.544؟ عشان هو حبيبي عليه فلوس، عليه كذا، اقوم انا مديهم له بقى فيطير. يلا سؤال 25. The opposite diagram represent multiple transition A B C D E of an electron energy level of hydrogen atom. So which of the following statement is incorrect؟ مين في دول غلط؟ معناها ان كل دول صح ما عدا واحد. واحد سي، سي دي اللي هي من، تعال رقم 1 2 3 الرابع، سي دي اللي هي من 4 ل 3، مالها؟ بروديوس انفراريد. ما التالت ده اللي هو مين بقى التالت؟ كان لايمن بالمر باشن. باشن كان بيطلع انفرا، يبقى صح. بي دي، مالها دي؟ بروديوس شورتست ويف لينث. بالراحة بالراحة، بالتالت للأول، أهي أهي، بالتالت للأول. استنى، بالتالت للأول دي مش دي عندها أعلى إنرجي؟ ده أعلى إنرجي فيهم، أعلى من التاني للأول، لأن يعني من التالت للأول أعلى أكيد، وأعلى من التالت للتاني، وأعلى من الرابع للتالت، طالما أنا نازل للأول فده أعلى حاجة، يبقى اقل ويف لينس ولا لا؟ يبقى صح. اللي بعده يبقى كده الاولى صح والثانيه صح. الثالثه اي، اي دي اللي هي من الكام للكام؟ من الرابع للثاني اهي. هايست فريكوينت، غلط غلط. ليه بقى هي دي الغلط؟ يا فشت خلاص، هي دي الاجابه، هي دي الاجابه. ليه؟ لانها لسه قايل، هو بيقول لك هل دي اعلى فريكوينسي؟ هو بيسالك هل دي اعلى فريكوينسي؟ لا، لان انا بص، انا بقارن ما بين من الرابع للتاني، وعندي واحده من التالت للاول، اكيد من التالت للاول دي اعلى انرجي واعلى فريكونسي. سؤال 26 بيقول the longest wavelength alignment series of the hydrogen atom result from transition of an electron to the first energy level from the energy level. هو عايز ايه؟ longest wavelength، ماشي، لايمن ده اللي هو الاول، تاني تالت رابع، K L M N O. بقول لك ايه، هو عايز longest، اعلى wavelength، يعني اقل ايه يا معلم؟ اقل energy، اقل energy، انزل من A ل K، من L ل K، ده اقل فرق. طبعا ده اكيد اكبر منه، وده اكبر منه، وده اكبر منه، فده اعلى energy. ما ينفعش، انا عايز حبيبي اقل energy عشان تبقى اعلى wavelength، يبقى من ال لكي على طول، يبقى انزل له من ال.
27. The energy required to excite an electron in the ground state of the hydrogen atom to energy level n equal 3. ايه الهبل ده؟ عايز تطلعه من الاول للتالت؟ عناية يا عم، اطلعهولك من الاول للتالت اهو. اعمل اي 3 ماينس اي 1. ايه يعني المشكلة؟ نيجاتيف 13.6 على 3 سكوير ماينس ماينس 13.6 على 1 سكوير. خلاص خلصت. طبعا هو الارقام كلها بالالكترون فولت فما تحولش، سيبها بقى. يبقى نيجاتيف 13.6 على 3 سكوير بلس 13.6 على 1 سكوير، ده معلم يديك 12 الكترون فولت. 12. اهي يا عم 12.088 اللي هي 12.09 الكترون فولت اهي. سؤال 28 بيقول the opposite figure show different probable transition for the line spectrum of hydrogen atom. Which of the following choice is correct? Wavelength A. لا 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 لا، بين براكت A دي من الكام للكام؟ من ادي الاول الثاني الثالث الرابع، عشان بس اعرف اتفاهم معاك كده. من الثاني للاول. اقل من wavelength B. B دي اللي هي من الرابع للاول. بالراحة بالراحة. غلط غلط غلط. عارف ليه؟ لان في الانرجي، في الانرجي المفروض اشاور كده، انما في الويف لينث العكس. فاكر لو كان قال انرجي كانت هتبقى صح، لان اكيد من الرابع للاول اعلى كانرجي من الثاني للاول، انما كويف لينث المفروض اشاور كده الناحيه الثانيه. يبقى دي كده غلط. ماشي، ادي اول واحده غلط. تانية دي كده ايه؟ بي. ويف لينث سي. سي دي اللي هي من الكام للكام؟ من الثالث للثاني. اقل من ويف لينث دي اللي هي دي اللي هي من الرابع للثاني. ايوه من الرابع للثاني. يلا شوف كده قبل ما انا اجاوب. بس لا، من الرابع للثاني اعلى انرجي، يبقى اقل ويف لينث المفروض تبقى العكس، يبقى دي كمان غلط. طب يلا اللي بعديه. ويف، بص انا بحل بالراحه ازاي، عشان انا بجد بشوف معاك، يعني اول مره اشوف فبشوف معاك، بحل بالراحه عشان ما اغلطش. ويف لينث دي اللي هي من الرابع للثاني، هل هي اقل من ويف لينث بي اللي هي من الرابع للاول؟ بص المفروض طالما لقيت الارقام اختلفت كانرجي ده اعلى، كويف لينث المفروض اقل. غلط برضه. هو في ايه؟ ماشي تعال نشوف اخر واحد. ويف لينث ايه اللي هي من الثاني للاول اقل من ويف لينث دي اللي هي من الرابع للثاني. هو ده صح. ليه بقى؟ عشان كانرجي المفروض دي اعلى طالما فيها اول، كويف لينث دي اللي اعلى. 29. An electron move with speed كذا in the third orbit. أنا في الثالث. Of hydrogen atom. Then the radius became. أولا مديك speed. 7.28 times 10 تقريبا دي باور 5 يعني. عايز ال radius. طب أنا ال speed دي يعني أعمل بيها إيه؟ طب أقول لك على حاجة. ال equation مش بتقول 2 by r equal ده شابتر 5 على 6 على فكرة. N lambda صح؟ هو عايز الريديوس، فالريديوس ايكوال ان لامدا على 2 باي. مفيش طريقه اجيب بيها الريديوس غير الايكويشن دي. طب الان معايا انا في الليفل الثالث وال2 باي رقم ثابت، فاضل لي اللامدا، انا مش معايا اللامدا دي اجيبها ازاي بقى؟ شابتر 5 كان في كولوم بيقول لك ان الويف لينث ايكوال اتش على ام في، فاكره؟ حيانا بيه كتير قوي. اتش 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34. الماس 9.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 31 مضروبه في الفيلوسيتي اللي هي 7.28 تايمز 10 باور 5. الكلام ده يطلع 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34 على 9.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 31 مضروب في 7.28 تايمز 10 باور 5. الكلام ده يطلع 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 9 متر. كده طلعت الويف لينث بكام؟ شوف بقى، شوف الحنكه بقى. يعني انا من الفيلوسيتي معايا كده كده الماس بتاع الالكترون والاتش، رحت جبت مين يا معلم؟ الويف لينث. اروح بقى اجيب الريديوس،
ال ان ب 3، الويف لينث ب 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 9 على 2 باي، يبقى 3 تايمز 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 9 ديفايدد 2 باي، الكلام ده يطلع 4.77 تايمز 10 باور نيجاتيف 10 متر، يبقى هي الاجابه صح كده، ودي فعلا المفروض 5 عشان لو انت مش شايفها. سؤال رقم 30 بيقول the opposite figure represents standing wave. دلوقتي انت عندك قدامك standing wave، اولا هو بيقول لك احنا في الليفل الكام؟ ماشي سهل قوي، دول 2 الكترون يبقى 1 2 3 4 5 6، يبقى انا في الليفل التالت. لو الريديوس بكذا يعني اداك ال r equal 4.761 تايمز 10 باور نيجاتيف 10 متر، هات الويف لينث. انت عارف ان 2 باي r equal n لندا، تبقى الويف لينث equal 2 باي r على n، يبقى 2 باي في الراديوس 4.761 تايمز 10 باور نيجاتيف. اوعى تسالني انا في الليفل الكام مش عارف، ما انت لسه عادت في الليفل التالت، فوق كده واصحى ما تنامش. 4.761 تايمز 10 باور نيجاتيف 10 ديفايدد 3 يديك 9.9714، هو كده بقى 98 يعني، تايمز 10 باور نيجاتيف 10 متر، اللي هي الاجابه دي. سؤال 31 بيقول the opposite figure show standing wave in one of the orbit of hydrogen atom في ليفل معين. طب نعرف احنا في ليفل كام؟ 1 و 2 الكترون، 2 3 4، يبقى احنا في الليفل الثاني دلوقتي عشان دول 2 الكترونز بيتحركوا. تمام احنا في الليفل الثاني. طب وبعدين نعمل ايه دلوقتي بقى؟ بيقول لك لو السبيد ايكوال برضو 1.09، ده نفس السؤال تايمز 10 باور 6 بيكرر نفس السؤال، عايز الريديوس، عايز ايه انت؟ انت عايز ايه؟ اول حاجه روح هات الويف لينث ايكوال اتش على ام اف في، اللي هي ايكوال الاتش 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34، الماس 9.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 31، في الفيلوسيتي اللي هي 1.09 تايمز 10 باور 6، الكلام ده يطلع 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34 ديفايدد 9.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 31 في 1.09 تايمز 10 باور 6، الكلام ده يطلع معايا 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 10 متر. كده يا جدعان جبنا مين؟ جبنا الويف لينث 2 بقى. في قانون بيقول 2 باي ار ايكوال ان لامدا، فلو هو عايز الراديوس تبقى ان لامدا على 2 باي، يبقى الراديوس ايكوال الان، احنا في الليفل الثاني، اللامدا جبناها 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 10 على 2 باي، يطلع 2 تايمز 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 10 على 2 باي، يطلع لك 2.13 تايمز 10 باور نيجاتيف 10 متر، اللي هي الاجابه بي. طبعا الاله طلع لك 2.123، هو بقى ايه 13 على طول عملها ابروكسيميشن. سؤال 32 بيقول the opposite figure represent two energy level. ماشي، واحد قال لك ان هو التالت، المفروض تعرف اصلا هو 1 2 3 4 5 6 يبقى ده التالت، 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى ده الرابع، ماشي ده التالت ده الرابع ماشي. Then the ratio between speed of electron in two cases in term of radius of the orbit في 3 على في 4. طيب بص انا عايز اقول لك على حاجه، في قانون بيقول انت عارفه اللي هو 2 باي ار، اكيد هنستخدم ده يعني ايكوال ان لامدا، انت عارف اللمضه من هنا بتساوي ايه؟ 2 باي ار على ان، طبعا طالما دي ريشيو شطب الثوابت ماليش دعوه بيها. لو سمحت بعد اذنك ركز لي قوي عشان نخلص، يبقى لمضه 3 على لمضه 4 ايكوال، دي دايركت ولا انفرس؟ دايركت، تبقى ار 3 على ار 4 دايركت ولا انفرس؟ انفرس، تبقى ان 4 على ان 3. حلو، يبقى لامدا 3 على لامدا 4 ايكوال، عوض لي بقى سيب ار 3 زي ما هي على ار 4، سيبها ان 4 انا في الليفل الرابع، الان ب 4، ان 3 انا في الليفل الثالث، يبقى 3 كده جبت ريشيو الويف لينث. حبيبي هو عايز ريشيو الفيلوسيتي، مش في قانون بيقول ان ويف لينث ايكوال اتش على ام في؟
كده كده لو الاتش ثابت والام ثابت، دول انفرس ولا دايركت؟ انفرس. يبقى فيلوسيتي 3 على فيلوسيتي 4 ايكوال ويف لينس 4 على ويف لينس 3. تاني اظن مفيش مشكله في الويف لينس. انا عارف ان الويف لينس دايركت مع الراديوس، فيبقى 3 4 3 4، انفرس مع الان 4 3. سبت الريديس زي ما هو، عوضت ان 4 انا في الليفل الرابع وانا في الليفل الثالث، بقيت 4 ار 3 على 3 ار 4. طب الويف لينس والفيلوستي عكس بعض، يبقى فيلوستي 3 على فيلوستي 4 ايكوال ويف لينس 4 على ويف لينس 3. يبقى الكلام ده ايكوال. انا عايز ويف لينس 4 على ويف لينس 3. طيب تبقى 3 ار 4 على 4 ار 3. 3 ار 4 على 4 ار 3 اللي هي الاجابه سي. سؤال 33 بيقول if the energy of each of the fourth and the third energy level، التالت والرابع، ده الرابع وده التالت، then the wavelength of the emitted light when electron transfer from the fourth to third. ماشي، ايه المشكلة يعني؟ يبقى E 4 minus E 3 لما ينزل من الرابع للتالت، اللي هي negative 1.36، ده الرابع هو اللي اداني، minus minus 2.41 times 10 power negative 19. بعد ما تعمل ده يطلع لك رقم تساويه ب اتش سي على اللمدة. خلاص ده معاك وده معاك، تجيب اللمدة. بعد ما تطلع اللمدة لو سمحت اضربها في 10 باور 10 عشان تتحول انجستروم. سؤال 34 بيقول when the electron in hydrogen atom fall from fourth energy level، من الرابع للكام؟ اللي الانرجي بتاعته كذا. راجل محترم قال لك انرجي الرابع negative 0.85 electron volt to the first energy level اللي الانرجي بتاعته negative 13.6 electron volt. طب انت عايز ايه؟ يعني انت عايز ايه تاني؟ هات لي الويف لينث دلتا اي، عملناها 50 مره، اي 4 minus اي 1 اللي هي ايكوال negative 0.85 minus minus 13.6، كل ده لازم يتضرب في 1.6 times 10 power negative 19 عشان يتحول لجول. هيطلع لك رقم كده بالايه؟ بالجول. الرقم اللي هيطلع ده يبقى equal اتش سي على لمدة. معاك معاك، فضل تجيب لمدة. بعد ما تجيب لمدة لو سمحت اضربها في 10 power 10 عشان تبقى انجستروم. سؤال 35 بيقول if the energy of the first level in hydrogen atom is كذا and the radius of the electron كذا، then واحد هات ويف لينث. سهله جدا سهله جدا، خلي بالك انا في الليفل الكام الاول، 2 باي ار ايكوال ان لامدا، يبقى اللامدا اللي انت عايزها ايكوال 2 باي ار على ان، يعني ايكوال 2 باي في الريديوس اللي هم يدوني 0.53 تايمز 10 باور نيجاتيف 10 على ان اللي هي 1، يطلع 2 باي مضروبة في 0.53 times 10 power negative 10. الكلام ده يديك 3.33 times 10 power negative 10 متر اهو. speed، مش انت عارف ان الويف لينث equal h على m في، يبقى الويف لينث equal، دي تاني حاجة، ال h معاك رقم ثابت وال m رقم ثابت، ال h ده اللي هو 6.625 وال m ده اللي هو 9.1 times 10 power negative 31، مضروبة في الفيلوستي. الفيلوسيتي اللي هي مش معايا بس الويف لينث انا لسه جايبها حالا حالا اهي، اللي هي 3.33 تايمز 10 باور نيجاتيف 10. خلاص خلصت، اعملها لك يا عم بشكل منظم اكتر عشان وانت بتحسب لما تيجي تعمل كروس مالتيبليكيشن هنا عشان تجيب الفيلوسيتي لوحدها، هتبقى الفيلوسيتي ايكوال اتش على اللمدا في ام. هتكتب كده بالظبط 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34، الويف لينث معاك 3.33 تايمز 10 باور نيجاتيف 10 مضروبه في الماس اللي هو 9.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 31. بس خلاص يطلع لك الفيلوسيتي. الطلب التالت بيقول لك ايه بقى؟ the wavelength of photon which necessary to excite electron to the third energy level، للتالت. طب يا عم سهله برضو، سهله قوي، اي 3 ماينس اي 1 تجيب فرق الانرجي من الاول للتالت. احسب اي 3 ازاي؟ نيجاتيف 13.6 على 3 سكوير ماينس ماينس 13.6 على 1، كل ده يتضرب
في 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19. بعد ما تطلع كل ده تساويه ب اتش سي على لامدا تطلع اللامدا بكام. سؤال 36 بيقول لك if you know that shortest wavelength in one of the hydrogen atom spectrum series كذا then the name of this series and the largest wavelength of this spectrum are كام. ممكن بنروح عشان السؤال ده حلو قوي. اقل wavelength الاول يعني اعلى ايه energy، واعلى energy هي بتبقى equal energy level. يعني مثلا اعلى energy في الرابع هي energy الرابع، اعلى energy في السادس هي energy السادس. طب هو مديني wavelength، تعال نطلع الانرجي equal h c على اللمدا 14610 times 10 power negative 10. نحسبها سوا اهي 6.625 times 10 power negative 34 في 3 times 10 power 8 على 14610 times 10 power negative 10 يديك 1.36 times 10 power negative 19 جول. هل دي بقى انرجي مين؟ ما انا حولتها ويف لينث الانرجي، دي انرجي بوشن ده اللي هو كام؟ التالت ولا الرابع ولا الخامس ولا الرابع؟ يبقى تالت رابع خامس. تعال نجرب حظنا بقى، التالت نيجاتيف 13.6 على 3 سكوير تضربها في 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19. لو ما طلعتش هجرب اللي بعده، المفروض طبعا تبقى بوزيتيف عشان تبقى اجيب الليفل على طول. 13.6 4.6 times 10 power negative 19 على 3 سكوير يديني 2.41 times 10 power negative 19. لا يبقى مش ده الصراحة، انا متوقع ان هي الرابع عشان هو مديني 2 option للرابع. بس طبعا بلاش شغل دماغك، ها بلاش بلاش. 13.6 على 4 سكوير تضربها في 1.6 times 10 power negative 19. وانا يا عم بعمل ايه؟ انا جبت الانرجي اللي هو مديهاني، هو بيقول لي يا ترى دي انرجي انهي ليفل؟ ما هو طالما شورتست ويف لينث يعني اعلى انرجي، تبقى انرجي ليفل فاكر تبقى اي انفينيتي ماينس اي ان اللي هي تبقى اي ان كده كده. تعال نشوف 13.6 في 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 على 4 سكوير يطلع لك ايه زي ما توقعت 1.36 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 جول. يبقى الرابع في اختيارين، يا ده يا ده. عايز بقى لارجست ويف لينث، انا خلي بالك انا في الرابع اعلى ويف لينث يعني اقل انرجي، يبقى من الخامس للرابع على طول. فتعمل اي 5 ماينس اي 4 اللي هي نيجاتيف 13.6 على 5 سكوير بلس 13.6 على 4 سكوير تضرب ده في 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19. اعملها لك عينيا اهو، نيجاتيف 13.6 على 5 سكوير بلس 13.6 على 4 سكوير ضربها في 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 هيطلع لك الانرجي ايكوال 4.896 تايمز 10 باور نيجاتيف 20 اللي هي هي اتش سي على لامدا. هات له بقى اللامدا اللي هو عايزها 6.625 اتش سي على الانرجي ده في 1 على اللي فوق تايمز 10 باور نيجاتيف 34 في 3 تايمز 10 باور 8 على الانسر اللي طلع لنا يطلع لنا 4.059 تايمز 10 باور نيجاتيف 6. لا هو عايزها انجستروم، هو رخم بقى هو رخم، ضربها في 10 باور 10 تبقى 40594 اهي هي دي الاجابه. سؤال 37 بيقول لك if the energy of hydrogen atom first to fourth to fifth كذا هات الويف لينس اللي هتطلع لما يرجع من الخامس للاول. حرام عليك اقسم بالله، حرام عليك اقسم بالله، شوف حرام. اول حاجة هتعمل اي 5 ماينس اي 1 عملناها 60,000 مرة 60,000 مرة. اي 5 نيجاتيف 0.87 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 ماينس ماينس الاول اللي هو 21.76 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 هيطلع لك رقم تساويه ب اتش سي على لامدا طلع له لامدا بكام. ادي اول طلب. الطلب الثاني عايز مينيمم فريكوانسي ان براكت، براكت ده اللي هو الرابع اقل فريكوانسي، اقل فريكوانسي يعني اقل انرجي يعني من من الخامس للرابع
بص بقى بالراحة، اي 5 ماينس اي 4، اي 5 اللي هي نيجاتيف 0.87 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 ماينس ماينس، اي 4 معانا 1.36 تايمز 10 باور نيجاتيف 19، كده جبنا الانرجي. اروح انا مسويها بقى بايه؟ في نيجاتيف هنا خلي بالك، اسويها ب اتش نيو لان هو عايز فريكونسي مش ويف لينث، انت متعود على اتش سي لامدا، لا هو عايز فريكونسي، فتقسم كل ده على اتش، جبت له الفريكونسي. سؤال 38 بيقول لك ان اوبوزيت فيجر ريشيو ما بين ويف لينث الفوتون ديورنج اتوميك ترانزيشن اي اند بي. طب اقول لك على حاجه، ويف لينث اصلا بتساوي اتش سي على فرق الانرجي. طب ويف لينث ايه ايكوال ايه؟ اتش سي على ادي الاول الثاني الثالث الرابع، بص على ايه كويس، ايه اهو من الكام للكام، يبقى اي الثاني ماينس اي الاول من الثاني الاول. طب ويف لينث بي ايكوال من الرابع للاول، يبقى اتش سي على من الرابع للاول، يبقى اي 4 ماينس اي 1. هو عايزك تقسمهم على بعض، ويف لينث اي على ويف لينث بي. ممكن احط اي زي ما هي وبدل ما اعمل ديفايد اضربها في مقلوب بي، كنسل اتش سي مع اتش سي، يديك اي 4 ماينس اي 1 على اي 2 ماينس اي 1. ممكن نترجمها حروف يعني اي 4 اللي هي اي ان ماينس اي كي على اي 2 اللي هي اي ال يعني ماينس اي كي، ان ماينس كي على ال ماينس كي. اهي 39 in the hydrogen atom if the energy of second level is negative e then the energy of third level is كام؟ ايه يعني؟ ايه يعني؟ اعمل ريشيو عادي ايه مشكلة؟ او مش الانرجي بتاعت اي ليفل ايكوال نيجاتيف 13.6 على ان سكوير؟ حلو، الانرجي والان دايركت ولا انفرس؟ انفرس، يبقى اي التاني على اي التالت ايكوال ان التالت سكوير على ان التاني سكوير. ايه ده ليه عكست؟ ليه كتبت هنا تاني تالت تالت تاني؟ عشان هما عكس بعض انفرس. طب ليه حطيت سكوير؟ عشان هنا في سكوير تاني اهو، يبقى اي التاني على اي التالت ايكوال ان التالت سكوير على ان التاني سكوير. خلاص، اي التاني هو الدهاني اسمها نيجاتيف اي، اي التالت معرفش ايكوال ان التالت اللي هي 3 سكوير عدده اسمه 3، طب عدد التاني اسمه 2 سكوير. بس كروس مولتيبليكيشن، طلع بقى اي التالت، اطلعه ازاي؟ اضرب ده في ده على ده، يبقى نيجاتيف اي نزلها زي ما هي اهي مضروبه في 2 سكوير على 3 سكوير يديك 4 على 9 اللي هي يعني نيجاتيف 4 اي ديفايدد 9 اهي. سؤال 40 وده اخر سؤال في الفيديو ده، ده البارت الاولاني. In the hydrogen atom the ratio between longest wavelength in Lyman to longest wavelength in Balmer. اعلى ويف لينث في لايمن، اعلى اعلى ويف لينث في لايمن. بقول لك ايه؟ اعلى ويف لينث اصلا يعني اقل انرجي. بص يا معلم انا هجيبها بالانرجي وبعد كده اشقلبها هجيبها بالويف لينث. يبقى كلمة أعلى ويف لينث هي هي شورتست انرجي، كلمة أعلى ويف لينث هي هي كلمة شورتست انرجي. يبقى أنا هتعامل شورتست انرجي في لايمن على شورتست انرجي في بالمر اللي هي ايكوال أقل انرجي في لايمن اللي هي E2 ماينس E1، دي أقل حاجة في لايمن لأن لايمن ده الأول يبقى من التاني للأول. طب بالمر أقل انرجي في بالمر، أقل انرجي من التالت للتاني لان بالمر ده التاني ايكوال. بص بعملها ازاي، نيجاتيف 13.6 على 2 سكوير ماينس ماينس 13.6 على 1 سكوير، نيجاتيف 13.6 على 3 سكوير ماينس ماينس 13.6 على 2 سكوير، كنسل كل ال 13.6 مع بعض يديك نيجاتيف 1 على 2 سكوير بلس 1 على نيجاتيف 1 على 3 سكوير بلس 1 على 2 سكوير. طبعا هنا هتبقى 1 على 1 فهتبقى 1 عادي. الكلام ده هيطلع لك يبقى شورتست انرجي في لايمن على شورتست انرجي في بالمر ايكوال. حط ده على الآلة زي ما هو كده
نيجاتيف 1 على 2 سكوير بلس 1 على نيجاتيف 1 على 3 سكوير بلس 1 على 2 سكوير. الكلام ده يطلع لك 27 over 5. كده جبت الريشيو بالانرجي. طب لو هو عايز بقى ويف لينث لايمن على ويف لينث بالمر اقلب تبقى 5 divided 27. ده كده البارت الاولاني من الفيديو. لسه في بارت التاني عشان نكمل ال 83 سؤال كلهم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.